عادة لما كنت بتدرب فرقة يا حظك اللي مش جيد ان تاخد الفرقة في نص موسم، في يا ريت حتى في نص موسم ممكن تلاقي نفسك واخد الفرقة في اخر الموسم وهي خلاص منتهية وخلصانة والظروف صعبة. الآن انت معاك انبي وانت معامل فترة اعداد وبتستعد كويس والامور ميسرة الى حد كبير. اه مش ممكن يعني ممكن ما يكونش عندك كل العناصر اللي انت نفسك فيها، بس عندك فرقة محترمة اكيد. طموحك بقى الموسم اللي جاي، اهدافك الموسم اللي جاي، انت اكيد حاطط اهداف انت والجهاز الفني واللاعبين وطبعا مع مجلس الاداره، اهدافك الموسم اللي جاي طبعا يعني. طبعا قعدنا مع مجلس الاداره واتكلمنا. اول حاجه لازم انبي يبقى في مكانه الطبيعي دايما، يبقى يعني من الفرق اللي فوق، يعني من الفرق اللي هي اللي في المقدمه، مش شرط يكون اول ولا ثاني ولا ثالث، بس لو مش الاربعه يبقى مش على الاقل مش يعني السته السبعه الاولانيين. لان صحيح. خلينا نكون يعني صراحه، الناس لازم تبقى برضو عارفة الدوري بقى عامل ازاي. في أندية بقى عندها الصرف عالي جدا، صح، انت ما بقتش بتصرف زيها، دي امكانيات قدرات موازنة بتاعتك او الميزانية بتاعتك هي اللي بتحكمها. صحيح. في أندية النهاردة بتدفع وبتجيب لعيبة اللي هي عايزاها. صحيح. وفي أندية تانية ليها ليميت معين بتشتغل فيه ومنها انبي. صحيح. فبالتالي انا كحجم اللعيبة اللي عندي مش زي مثلا اللعيبة اللي هي مثلا نقول بيراميدز، فيوتشر، الانديه اللي بتصرف كويس. صحيح. بيراميدز، فيوتشر، بنك الاهلي، سيراميكا، فاركو، المصري دلوقتي، المصري. آه. معلش بجانب مين؟ اهلي وزمالك. صحيح. بيصرفوا. صحيح. انت اتكلمت حوالي في ست فاهم ثمان فرق. صحيح. ثمان فرق. صحيح. انت لما تبقى في وسط الفرق دي انت نجحت. صح. لان انت ما يعني ما عندكش الميزانيه بتاعته، انت ممكن تكون ميزانيتك يعني نص الناس دي او يعني مش قريبه قوي، بعيده شويه عنها، لان طبعا الناس دي بتصرف، لكن في نفس الوقت نادي انبي برضو بيعمل احتياجاته وبيجيب وبيصرف على قد الميزانيه بتاعته. صحيح. فعشان كده بقول لك لا، نبقى لما نبقى في وسط الناس دي ده نجاح. صحيح. نجاح كويس. ولكن لو تكلمني انا على المستوى الشخصي، انا احمد كشري، انا طموحي كبير. يعني طموحي ان انا وده حق مشروع ليا، ان انا اتمنى ان اخد بطوله مع نادي انبي. ايوه. اتمنى ان انا احقق انبي عملها قبل كده. يعني ابقى مثلا في المراكز الاولى في الدوري، ابقى لو مش اول تاني تالت رابع، ابقى اوصل افريقيا. اتمنى اخد بطوله معاهم كاس مصر او رابطه في البدايه. يعني طموحي كبير مع الفريق. وطموح مشروع. بس طموح مشروع.